بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعین و ناظرین، سب سے پہلے ہمارے چینل میں آنے کی خوش آمدید. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ مع التجوید آیت نمبر 40 اور 41 تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا بني إسرائيل. واكو موٹا کر کے پڑھیں گے، مد بھی کریں گے. إسرائيل، آگے لام کو زال کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. إسرائيل الكرو لذكروا نعمتي التي. یہاں پر اس بات کا خیال رکھے کہ اکثر حضرات غلطی کرتے ہیں، نعمتی التی پڑھتے، التی نہیں ہے، یہاں پر یا کو لام کے ساتھ نعمتی التی پڑھیں گے. نعمتی التی انعمت علیکم واوفو بعہدی. یہاں پر بھی غلطی کرتے ہیں بعض حضرات، واوفو بعہدی غلط ہے، واو مدہ ہے، اس کو ایک الف کے مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. واوفو بعہدی اوفی بعہدکم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما
أنزلت بما أنزلت مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم یہاں پر غلطی بھی کرتے ہیں لوگ مصدقا لما معكم معكم غلط ہے لہذا عین کے زبر کو لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے معكم معكم ولا تكونوا أول كافر به أول كافر به ولا تشتروا ولا تشتروا بآياتي بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون